بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين. اليوم رح نتعلم كيف نشيل الريحة من الرجلين، ورح نتعلم كيف نشيل الفطريات. ترى الفطريات في أنواع منها ما بتنشاف. الريحة رجليكي، ترى ريحة رجولكم ترى سببها غالبا هي فطريات. الفطريات هذه بتعمل ريحة بالرجلين. الفيديو اليوم فيديو جميل جدا جدا، وان شاء الله تعالى راح تشوفوا فيه مقاطع فيديو كثيره. ضمن الفيديو راح تشوفوا مقاطع فيديو جميله وجديده. اليوم راح نتعلم عمل علاجات طبيعيه سهله جدا وبسيطه. راح نتعلم صنع عده علاجات، مش علاج واحد، عده علاجات طبيعيه بسيطه سهله وامنه، ومن مكونات موجوده في البيت عندك. تشيل الريح من رجليكي وتشيل الفطور والفطريات من رجليكي. الفطريات على الأظافر، والفطريات اللي بين أصابع الرجلين، والريحة اللي بتطلعها، الريحة اللي بتطلع من أصابع الرجلين ترى سببها الفطريات هذه. اليوم نحضر خل التفاح أو أي خل عادي، أي خل بالبيت. إذا عندك خل تفاح حطي خل تفاح، إذا عندك خل أبيض حطي خل أبيض، إذا عندك أي خل بالبيت، أي نوع من الخل الطبيعي بإمكانك تستخدمي. الخل يزيل بنجاح مسببات الفطريات ورائحة القدمين واللي بتسببها هالفطريات هاي. ترى الخل بيعقم وبيزيل الفطريات بنجاح تام. صبوا كوب من الماء وحطوا عليه 5 ملاعق كبيرة من الخل، اخلطوا جدا. جيبوا قطعة قماش أو قطعة شاش أو قطعة قطن نظيف وبللوها بهذا الخل الممدد بالماء، افركوا على المنطقة المصابة ولفوها بقطعة القماش هذه وتركوها 30 دقيقة. راح تشيل كل الفطريات اللي برجليكم والريح اللي برجليكم والفطور اللي على الأظافر والفطور اللي بين الأصابع واللي ما بتشوفوها. اعملوا هذا 3 مرات كل يوم 10 أيام، وكل مرة تنشفوا بعد ما تتركوه 30 دقيقة، تنشفوا بشكل ممتاز جدا. في طريقة ثانية سهلة جدا جدا تشيل الفطريات والروائح من الرجلين، وتشيل الفطريات اللي بتسبب الروائح بالرجلين أو الفطريات اللي على الأظافر وبأي جزء بالجسم وين ما كانت. عندنا الزنجبيل. الزنجبيل نبشر جذور الزنجبيل. إذا عندك الزنجبيل طازج فبيكون فعال أكثر من المجفف. الزنجبيل مثل ما بتعرفوا من أفضل العلاجات سبحان الله اللي بتشيل الالتهابات وبتكتسح الفطريات. نقوم نبشر، ناخذ قطعة من الزنجبيل، قطعة صغيرة طازجة، ونبشرها بشر ناعم ونحطها على الأظافر أو المكان الفطريات وأي مكان بالجسم، مش ضروري بس تكون بالأظافر أو بالرجلين، ممكن باليدين، ممكن بالوجه، يمكن بأي باليدين بأي جزء من الجسم. نحط مبشور زنجبيل على المناطق المصابة يا بنتي 30 دقيقة، الله يسترها معاك. تخليهم كم؟ 30 دقيقة، وكل يوم 3 مرات. وبعد ما تمسحوا بخل بالماء اللي فيه خل بيكون أحسن وأحسن، تمسحوا بالماء اللي فيه خل وبعدين تحطوا الزنجبيل، بيكون نتيجة جبارة جدا جدا. إذا بدكم هناك أيضا الثوم علاج طبيعي جبار جدا، بيكتسح فطريات الأظافر والقدمين بشكل ممتاز جدا. بإمكانكم استخدامه عند الرغبة، يمكنكم استخدامه عند الرغبة. الثوم بديل للزنجبيل، يعني إذا ما عندك زنجبيل طازج بإمكانك تأخذي الثوم. الثوم بالفطريات بديل للزنجبيل. ابشري الثوم بشكل ممتاز،
ودقوا جدا حتى يصير معكم عجينة من الثوم. امسحوا الأظافر وبين والأماكن اللي فيه فطريات والبين الأصابع الرجلين وبين أصابع اليدين إذا بدكم، امسحوه بشكل ممتاز بالخل تفاح أو الخل اللي محطوه أي نوع من الخل مع ماء، وبعدين جففوه، بعدين حطوا عليه معجون الثوم واربطوه وتركوه للصبح. نتيجة جبارة جدا جدا. الثوم مثل ما بتعرفوا ترى له خصائص جبارة جدا وقوية كمضاد للميكروبات والفطريات. كمان بخلطة أخرى، إذا تبغوا في عندنا البطاطس. البطاطس نقوم بتنظيفها وما نقشرها، نغسلها بقشرها ولا نزيل القشرة، ما نشيل القشرة، ونبشرها بشر ناعم البطاطا بقشرها، نغسلها ثم نقوم ببشرها بشر ناعم ناعم جدا، ونقوم نحطها على الفطريات وبين أصابع الرجلين وعلى الأظافر ونسوي ونربطهم ونتركهم مثلا للصبح، والصبح نقوم نغسل المكان بشكل ممتاز. بناتي الأعزاء العزيزات، أبنائي الأعزاء، أخواني وأخواتي، أحببتكم في الله، وأنا دائما أضع وصفات جميلة جدا وأحاول أعلمكم الأشياء الجميلة جدا. أنا بناشدكم الله تدعموا القناة. القناة محتاجة إلى الله ثم لكم، قناتنا محتاجة لله ثم ليكم. ساعدوني، عاونوني، انشروا الفيديوهات بالواتساب، الله يسترها معاكم يا بنات يا شباب يا عيال، وانا ابوكم وانا اخوكم وانا جدكم. انا رجل كبرت بالسن، صار عمري 60 سنة، وتحبت بهالقناة وانا ابني فيها وعمر فيها فيديو فيديو فيها تبارك الله اكثر من 2200 فيديو. ارجوكم تشاركن الفيديو بالواتساب، المشاهدات ارتفعت جدا وان شاء الله راح ترتفع اكثر واكثر. المشاهدات كانت 2000 1500، الحين المشاهدات صارت توصل 30,000 و40,000 و25,000، وإن شاء الله راح تزود وتصير توصل للمليون يا ربي يا سيدي يا مولاتي يا مولاي. ترى القناة قناتكم، قناتكم يا شباب، فزعتكم لي عاونوني، انشروا الفيديوهات بالواتساب، شاركوا القناة بالواتساب، اكتبوا للبنات وللشباب، وشباب اكتبوا لهم يشاركوا بالواتساب، اشتركوا بالقناة، حطوا لايك للفيديو، حطوا لايكات للفيديوهات، اكتبوا تعليقات، اكتبوا لنا من أي بلاد أنتم. شكرا شكرا، الله يسترها معكم، أشكركم جدا.